مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من حلقاتنا الرمضانيات. اليوم نتكلم عن المسحراتي. كلكم يمكن تعرفوا مين هو المسحراتي، لكن المسحراتي هو عباره عن شخص كنا بنحبه في رمضان وما بنجي غير في رمضان، فهو جزء من طقوس رمضان الرائعه. طبعا الاسم او التسميه لها اختلاف في بعض الدول العربيه، مثل الطبال في لبنان او ابو طباله في الامارات، النفار في المغرب، والمسحراتي في بلاد الشام ومصر. طبعا هذه الوظيفه بدات ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، بدات بعهد الرسول لما امر الرسول صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح يؤذن في الناس. فلما كان يؤذن الناس تقوم وتتسحر، وياتي ابن ام مكتوم فيمنعهم او ينادي ببعض الانادي والاذان، وبالتالي يؤدي ذلك الى الامساك عن الاكل، وهذا كانت وظيفتهم. فهم اول من بدا تقريبا هذه العاده. طبعا تغيرت هذه العاده وصار فيه تغيرات وزيادات، منها الملابس. كل دوله لها تقريبا طقوس خاصة وملابس خاصة بها، الأدوات اللي بتستخدمها. بعض الدول بتستخدم طبل كبير، بعضها طبل صغير، بعضها مزمار زي المغرب بيستخدموا مزمار طويل جدا. الكلمات والأغاني بتختلف من دولة إلى أخرى، وهذه الكلمات قد تكون مألوفة على بعض المسامع ولكنها ليست على الجميع. خلينا نحكي بعض هذه الكلمات، مثل يا نايم وحد الدايم، رمضان كريم، اصحى يا نايم وحد الدايم، وقول نويت بكرة إن جيت الشهر صايم والفجر قايم، ورمضان كريم، السحور يا عباد الله، يا نايم اذكروا الله، يا نايم وحد الله، ويا عباد الله وحد، وكلام كلام كلام كثير. طبعا كل هاي الكلمات الرائعة تعتبر جزء من رونق المسحراتي، وهذا شيء من أجمل ما يكون. طبعا هذه المهنة أصبحت مهنة تقريبا إيش بنسميها، مهنة تطوعية في المجتمع. الأشخاص اللي بقوموا فيها بقوموا على تطوع لعمل التسحير في المجتمع. طبعا التسحير يختلف طريقتهم من مدينة إلى أخرى أو دولة إلى أخرى. باليمن كانوا يطرقوا الأبواب، في فلسطين أيضا وبسوريا كانوا عادي عندهم يطرقوا على كل باب مع النداء، وهذا طبعا اختلف. يعني حتى بعض المسحراتية بيعرفوا أصحاب الدور، يا أبو محمد قوم على بغني له أغنية، يا أبو خالد قوم وصحي أهل البيت خلوهم يزناموا ويصلوا ويتسحروا من الحكي. فكانت هذا جزء من أصلاً معرفة، فمعظم أبناء الحي كانوا الشباب يطلعوا ويقوموا. الآن صارت عادة بنهاية شهر رمضان، بالثلاثين من رمضان أو في أول يوم العيد، يعيدوا المسحر، عيدية المسحر بسموها، وهذا شيء جميل، بحيث أنك تعطيه جزء بسيط من العيدية بلمها من أهل الحي بناء على ما قام به خلال شهر رمضان. المسحراتي جزء جميل جدا من مجتمعنا وجزء رائع. نتمنى للجميع دائما انه يجي عليهم رمضان ويسمعوا صوت المسحراتي، خاصة احنا في بلاد الغربة صراحة نشتاق للمسحراتي. يا ريت في عندنا مسحراتي في رمضان. تصبحوا على ألف خير وسلام للجميع.